الجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا المساء وسن الحقائق، وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان من مسافه 4 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه. ونبدا بعد المراكز، اول الاسماء هنا هملول محمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني يتقدم مع البدايه ومع اول الاسماء واول التحديات. ثاني المراكز وصل مع ثاني الانطلاقات، هنا جلمود بشعار محمد بن سالم بن محمد الجديلي يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري يتقدم مع ثالث الاسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز وصل المتقدم مع رابع الاسماء بحر راشد بن خميس بن جمعه القويص السويدي ينطلق مع رابع الاسماء. خامسا شاهين سعيد بن علي بن سعيد ال بريص المري يقدم لنا شاهين مع خامس المراكز شعار بالرايه. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الأولى للخمس المراكز المتقدمة. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية، إلى أول الأسماء وأول التحديات. أعود إلى المقدمة، إلى جلمود محمد بن سالم بن محمد الجديلي يتقدم مع أول الأسماء ويحضر مع جلمود. ثاني المراكز وصل هملول محمد بن ناصر بن مسفر خليل الشهواني مع ثاني المراكز يقدم لنا هملول. ثالث الاسماء عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري يتقدم مع ثالث المراكز يقدم لنا عقاب. رابع الاسماء شاهين سعيد بن علي بن سعيد ال بريص المري بالراية مع رابع المراكز يقدم لنا شاهين. خامس الاسماء وصل القادم والمنطلق، هناك بحر راشد بن خميس بن جمعة القويص السويدي يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمسموح لها بالنداء والإذاعة، وهناك أسماء وشعارات لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. نعود إلى البداية، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الاول. جلمود على الصدارة، محمد بن سالم بن محمد الجديلي يتقدم مع الانطلاق الاول، الجديلي مع البداية مع جلمود. ثاني الاسماء هملول محمد بن ناصر بن مسر الخليل الشهواني، وايضا تحرك عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت بن كبيدة يتقدم مع ثاني الاسماء. رابع المراكز وصل شاهين سعيد بن علي بن سعيد ال بريص المري يقدم لنا شاهين. خامس المراكز وصل القادم شعار القويص يتقدم مع بحر راشد بن خميس بن جمعة القويص السويدي، وايضا القادم ذرب سعيد بن راشد الزعبي مع ذرب مع خامس الاسماء. ولكن اعود مع اجواء الكيلو متر الاخير والخطير، الجديلي على الصدارة مع جلمود محمد بن سالم بن محمد الجديلي. ثاني الاسماء عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز بحر راشد بن خميس بن جمعة القويص السويدي. رابعا هملول محمد بن ناصر بن مسهر الخليل الشهواني، وايضا القادم سياف صالح بن محمد بن سعد المري مع رابع المراكز. ولكن اعود الى الصدارة، الى البداية، جلمود محمد بن سالم بن محمد الجديلي يتقدم مع جلمود. ثاني المراكز بحر راشد بن خميس بن جمعة القويص السويدي. ثالث المراكز عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري. ولكن اعود مع البداية، مع المقدمة، هناك جلمود محمد بن سالم بن محمد الجديلي
الغويص يحاول اللحظات الاخيره مع بحر راشد بن خميس بن جمعه الغويص السويدي، ولكن كالمود محمد بن سالم بن محمد الجدالي، تهانينا والناموس لمالك كالمود على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. محمد بن سالم بن محمد الجدالي تهانينا والناموس ثاني المراكز. وصل بحر راشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي ثالث المراكز. وصل عقاب عبد المحسن بن صالح بن راشد النابت المري ورابع المراكز. حضر فيهم صدع سعيد بن حمد بن محمد بن مية العفاري. وخامس المراكز الأسماء ثمين مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك جلمود. التوقيت الزمني 5:49 و80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن محمد الجديلي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل بحر، والتوقيت الزمني 5:50 و24 من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي ثالث المراكز. حضر ثالث المراكز وصل عقاب أو حضر ثالث المراكز وصل مصدع. التوقيت الزمني 5:51 و82 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن محمد بن مية العفاري، فتهانينا والناموس للجميع.